بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكل متابعي قناة تايجر سات، وأهلا بيكم في فيديو جديد على القناة. إن شاء الله فيديو النهاردة هنتعرف فيه على مواصفات قعدة الطبق المتحرك. يعني إيه مواصفات القعدة؟ يعني هنتعرف على طول القعدة، سمك القعدة، وقطر القعدة بتاعت الطبق، لأن كتير مننا ممكن يجيب الطبق ما يكونش معاه قعدة فعايز يعمل قعدة. إيه هي الحاجات المطلوبة في القعدة علشان تثبتها بشكل كويس، وإزاي توزن القعدة بشكل كويس وميزان مظبوط من جميع الاتجاهات؟ دي اللي هنتكلم عليه في فيديو النهاردة، وهنوضحه بالتفصيل عشان دي أهم خطوة في تركيب الطبق المتحرك، وهي قعدة الطبق مواصفاتها إزاي تثبتها. هنبدأ نروح لفيديو النهاردة ونشوف مع بعض الشرح بتاعنا. فلو أول مرة تشوفنا ما تنساش تدوس على اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة على القناة، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا مع بعض. اهلا بيكم مره تانية، وهنبدا الفيديو بتاعنا. واول حاجه دي القعده بتاعتنا، دي شكل قعده الطبق المتحرك بتاعنا، قعده الطبق 180، وقعده الطبق 180 هي نفس قعده الطبق المترين 40، لكن قعده الطبق 160 بتكون اقل في القطر بتاعها شويه، لان الطبق 160 البولر بتاعه بيكون زور البولر اصغر، قعده الطبق 160 بتكون اقل من دي في القطر بتاعها. طيب اول حاجه هنبدا نشوفها مع بعض هي طول القعده. انا دلوقتي عايز اعمل قعده للطبق بتاعي، ايه هي الطول المناسب للقعده؟ يعني دي قعده طبق 180 بريفكس، قعده اصليه بمواصفات المصنع بتاعها. هنبدا نشوف اول حاجه طول القعده المناسب. هنبدا نقيس كده مع بعض، تمام. طول القعده ديت من تحت كده 120 سنتي. طيب لو انا عملت القعدة 130 مفيش مشكلة، طيب عملتها 115 برضو مفيش مشكلة. اللي بيحدد طول وقصر القعدة هو المكان اللي انت هتركب فيه. يعني انت لو عندك جدار هيعاكس الطبق في ناحية الشرق، ممكن تطول القعدة ل 130 و 140 و 150 بحيث ترفع وش الطبق هو يعدي الحاجز او يعدي الجدار اللي هي ايه اللي هي يعاكس الاشارة لما الطبق يروح ناحية الشرق، تمام. وكذلك برضو ايه ناحية الغرب. يبقى طول القعدة ممكن في عوامل بتأثر على ارتفاع القعدة، لكن الطول المناسب هو 120 سنتي. طيب تاني حاجة، لو انا هجيب القعدة او هجيب ماسورة عشان اعمل قعدة، سمك القعدة، السمك بتاعها او التخانة بتاعتها، التخانة بتاعتها نشوفها كده مع بعض بالمتر. التخانة بتكون من 2 ملي ونص ل 3 ملي، 2 ملي ونص بالمتر ل 3 ملي، تمام. يبقى الطول 120 والسمك بتاع القعده من 2.5 مللي ل 3 مللي، تمام. يعني ما تقلش عن 2 مللي. ليه ما تقلش عن 2 مللي؟ لان القعده كل ما بقى التخانه بتاعتها او السمك بتاعها ضعيف، لما تيجي تقرب في الرباط على البولر على الاربع مسامير بتوع البولر، لو القعده ضعيفه او مش محمله ممكن شبه ان هي تتطبق معاك او تتقوس معاك، فتعمل لك يعني ميل في البولر وانت مش واخد بالك، فتبص تلاقي المدار اختل معاك، بعدين انت ما ظبطت اشاراتك وتمام ومراجع مره واثنين وقربت على المسامير، تيجي تراجع على المدار بالموتور تبص تلاقي الدنيا بايظه وانت مش عارف ايه اللي حصل، وتكون القعده قفعت معاك او قفلت معاك شويه من الرباط. يبقى يستحسن يكون سمك القعده ما يقلش عن 2 مللي يزيد، يعني لو 3 مللي يبقى ممتاز. طيب ده بالنسبه لارتفاع القعده، تمام، وبالنسبه ل طول القعدة وسمك القعدة. طيب الحاجة اللي بعد كده والمهمة، وهي الدعامات اللي احنا بنعملها في القعدة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين كده القعدة بيبقى لها ثلاث دعامات، تمام، بيتلحموا في القعدة من تحت. نبص كده، ادي الثلاث دعامات بتوعنا، تمام، بيبقوا بمستوى الايه الشفة بتاعت القعدة من تحت، بتعمل الثلاث دعامات دول بيبقى طولهم قد ايه؟ هناخد كل مقاس بالتفصيل عشان الناس تبقى عارفه. بيبقى طولها 30 سنتي، تمام، بيبقى طول الدعامه 30 سنتي، تمام. يعني الدعامات اللي هي بجلسه القعده ديت من تحت اللي هي بتحط عليها المونه، تمام، بتبقى 30 سنتي، وبيبقى في كل دعامه من دول فتحه هنا كده لمسمار 10 او مسمار 13، تمام. ليه المسمار ده لازمته ايه؟ المسمار ده علشان انت هتخرم هتعلم القعده
في المكان اللي هتثبت فيه، وهتخرم فيه مكانه مسامير فليشر عشان تربط القاعدة بمسامير فليشر من غير يعني، ده بالإضافة للمونة يعني، ده ملوش علاقة أو غير المونة اللي انت هتحطها، ده هتثبت بيه القاعدة وبعد كده هتحط المونة المعتادة. وهنقول هنحط مونة قد ايه على القاعدة بتاعتنا عشان تكون بالسمك أو بالمتانة المطلوبة. بعد كده بيكون معاك 3 دعامات، من كل دعامة كده بتبدأ تلحم ال3 دعامات التانيين، بتاخد من الدعامة دي كده على بعد قد ايه، على بعد برضه حوالي 25 سنتي أو 20 سنتي، حوالي 20 سنتي من القاعدة من تحت، بتاخد الدعامة بالميل اللي انت شايفه ده كده، بتكون مايلة كده علشان تمسك القاعدة الأساسية أو الماسورة في الدعامة اللي هي بتكون متثبتة في الأرض أو بتخرم فيها المسمار الفليشر في الأرض، يبقى انت بتعمل الدعامة اللي انت شايفها دي كده، تمام؟ طبعا الحديدة دي اسمها خوصة، تمام؟ دي اسمها خوص، يعني انت بتروح للحداد بتقول له انا عايز خوصة وبيقطعها لك بالمنظر اللي انت شايفه ده، وتعمل ال3 اخرام وتقطع برضو 3 خوص، بتاخدهم بشكل ايه؟ مايل كده، تمام؟ وبتلحمهم وتبنطهم في الماسورة الام او القاعدة الام وفي الدعامة اللي تحت اللي بتبقى في الجلسة بتاعة القاعدة، تمام؟ ده بالنسبة للدعامات اللي هي بتركب في القاعدة. طبعا دي مهمة جدا علشان ديت اما بتحط المونة بتكلبش في الحاجة اللي انت شايفها دي. ده بالنسبة للقاعدة من تحت، يبقى الدعامات ديت لابد منها ولابد انك تعملها، يبقى عرفنا طول القاعدة والسمك بتاعها وازاي اعمل لها الدعامات اللي تحت. طيب نيجي للحاجة اللي بعد كده وهو تركيب القاعدة. قلنا تركيب القاعدة بتخرم ال3 مسامير دول في الارض بمسمار فليشر بيكون 13 او 10، وبتبدأ تربط المسمار بتاعك كويس مع وزن القاعدة، تمام؟ وانت بتوزن القاعدة بتكون معاك ميزان زي ده كده اهو، تريد يكون الميزان واضح، بتمسك الميزان وتبدأ تميل القاعدة، تمام؟ وتحط لها تخانات من تحت وتبدأ توزن القاعدة، تخلي المية بين العلامتين بتوع الميزان، تمام؟ انا وزنت من الجهة ديت، اروح الجهة اللي قصادها واوزن القاعدة، ومن الجهة ديت، تمام؟ من الجهة دي كده واوزن القاعدة، ومن الجهة ديت اوزن القاعدة، وزنت من ال4 اتجاهات، ما اوزنش من اتجاه واحد او من اتجاهين، ماشي؟ لازم اوزن من ال4 اتجاهات ويدوني ميزان. وبعد ما اوزن ال4 اتجاهات بروح فوق كده واحط الميزان بشكل افقي على القاعدة، تمام؟ وطبعا لازم تكون الشفة دي مساوية، الشفة دي لازم تكون مساوية، لو في اي حاجة عالية في الشفة اللي فوق دي بتاعت الماسورة او بتاعت القاعدة بتبدأ تسويها بالصاروخ كده وبالاسطوانة وبتبدأ تسويها، ليه؟ لان البولر، تمام؟ الحرف حرف في حاجة كده حديدة جوه عاملة زي حرف اليو، ملحومة كده زي نظام حرف اليو، تمام؟ بتركب على القاعدة من هنا كده، بتنزل البولر بيحمل عليها، تمام؟ الطبق المترين 40 بيكون فيه كل شفة فيها واحد، طبق 180 فيها واحدة بس، بتنزل تحمل هنا، فهي لما بتحمل بتاخد وضعية الايه؟ القاعدة سواء موزونة أو مش موزونة، فلابد إن أنت توزن كويس وتوزن من فوق وتكون دي مستوية علشان تضمن ان انت تستقبل مدار بشكل كويس، وعلشان تبقى انت ضامن ان لو حتى عندك ميل حلة يكون الميل جاي من البولر مش جاي من القاعدة، ما تقعدش ترفع وتواجه مشاكل في ضبط المدار بتاعك، يبقى بنسبة 100% لازم تكون القاعدة مظبوطة علشان تبدأ تأسس لضبط المدار بتاعك او ضبط الطبق بتاعك بشكل كويس. طيب بالنسبة للمونة اللي انا بحطها، كمية المونة اللي انا بحطها، يفضل علشان المشاكل اللي حصلت في الفترة اللي فاتت دي في اخر الشتاء اللي احنا كنا فيه، اطباق كتير وقعت بسبب ان القاعدة مش بالكمية الكافية، فالافضل انك تجيب شكارة اسمنت كاملة، شكارة اسمنت كاملة، وهتخمر الشكارة على مثلا غلق زلط على غلق رمل، وتخلي المونة بتاعتك شديدة، ما تكونش المونة الرمل بتاعها ازيد من الاسمنت، تكون المونة كويسة، وتبدأ تعمل الخليط بتاعك، ويفضل انك تنظف تحت القاعدة، يعني لو انت المكان اللي انت هتثبت فيه على السطح تبدأ تكنس التراب اللي عليه عشان ما يعملش عازل، وتبدأ ترش مية على القاعدة كده من تحت والمكان اللي هتثبتها فيه، وبعد كده بتبدأ تحط المونة بتاعتك، لان انت طبعا بتكون مثبت القاعدة بالمسامير فليشر، تمام؟ فبتبدأ
تنظف الدنيا دي كلها قبل ما تثبت بالمسامير الفليشر وتبدا تظبط الايه الدنيا بتاعتك، وبعد كده بتبدا تحط المونه بتاعتك. ويفضل لو انت بنيت قلبين طوب، قلبين بس، ارتفاع قلبين، هو القالب بيبقى ارتفاع القالب حوالي 5 سم، يعني هيدوك الاثنين 10 سم، يعني الاثنين القلبين هيدوك ارتفاع زي كده، ارتفاع 10 سم، القلبين هيدوك حوالي 10 سم او اكتر من 10 سم، يعني القالب ممكن يكون 7 سم كمان، يعني ممكن يدوك حوالي 15 سم، يعني الارتفاع ده كده. هيدوك المسافه دي، المسافه دي لو انت مليت مونه بالمسافه ديت وتخلي القاعده بتاعتك بشكل هرم كده بحيث انك تطلع بالمونه. حاول اوضحها لكم ان انت لما تيجي هيبقى الارتفاع كده، تمام؟ الارتفاع زي ما انت شايف كده، وهتبدا تخلي المونه بارتفاع القالب وتاخدها بشكل هرم كده على الايه؟ انك تخلي المونه تغطي الايه؟ الدعامه اللي انت شايفها دي كده، بحيث ان المونه تبقى شكل القعده عامل كده، تمام؟ ونازل على التربيعه اللي انت عاملها بتاعه القعده، تمام؟ وتحط القالب مثلا على بعد حوالي 10 سم من الدعامه، طبعا الدعامه طولها 30 سم، وهتسيب كمان 10 يبقى معاك 40 سم، تمام؟ هتبقى القعده بتاعتك بالحجم المناسب، وفي نفس الوقت هتغطي الحديد ده معاك، فهتلاقي القعده بتاعتك ممتازه ومتينه. وبتبدا بعد كده بتسيب القعده بتاعتك تشف، ما بتشتغلش عليها غير تاني يوم. واوعى تحط جبس في القعده، حذاري تحط جبس في القعده بتاعه الطبق، خصوصا الطبق ال 180 والطبق ال 240، الاطباق دي تقيله وعامل الجو والرياح بيأثر عليها بشكل كبير مع اهتزاز الطبق، ولو جاي عاصفه ولا حاجه لا قدر الله ممكن يحصل زي ما حصل في اكتر من طبق، وشفنا الكلام ده على الجروبات في الفيس، ان الاطباق وقعت واللي اتطبق واللي وقع من على السطح، فانت الطبق بتاعك بيكلف عليك، الحاجه النهارده تكلفتها مش سهله، فانت بتعمل حاجتك اعملها مره واحده واشتغل صح من البدايه وامن حاجتك، لان محدش بيصعب عليه، تمام؟ انت اقف مع الفني، اعمل الصح، اديك عرفت، عشان بعد كده ما تقولش محدش قال، احنا بنوضح للناس. هتعمل بنفسك، هتثبتها بنفسك، هتقف مع الفني وهو بيثبت، لو شايفه بيعمل حاجه انت شايفها مش مظبوطه مفيش مشكله، قول له انا عايز كذا واعمل، وكلف على الحاجه بتاعتك مره واحده بحيث انك تضمن ان حاجتك تكون متامنه كويس. اتمنى تكون الناس استفادت، ومعلش لو كنا طولنا عليكم في الفيديو، بس حبينا نوضح كل حاجه بالنسبه لقعده الطبق وازاي نثبتها. اتمنى الخير والسعاده لكل الناس، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.